وانتهاء وقت قبول التوبة نوعان، نوع عام ونوع خاص. ما هو النوع العام؟ النوع العام طلوع الشمس من مغربها، بينما الناس الآن يرون الشمس تشرق من المشرق في يوم من الأيام لا يدرون إلا وقد طلعت عليهم من المغرب، حينئذ يؤمن الناس كلهم جميعا، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها كما قال ابن كثير رحمه الله، وذلك في صحيح البخاري. النوع الخاص الموت. الموت إذا نزل الموت فلا تسأل عن حال الإنسان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومة. إذا بلغت الروح الحلقوم حينئذ يتعذر الكلام، بل يتعذر ابتلاع الماء. يقول الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. إي والله نحوه بين أيدينا ننظر إليه، حتى أن بعضهم ينشب في حلقه: فلان تعرف أنا فلان بفلان تعرف؟ وين يعرفك الآن؟ هو مشغول يعاني من سكرات الموت، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. لكن يا أخي في الله، يا أخي من حقه عليك أن تلقنه، قل لا إله إلا الله كما أرشدنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم يا عباد الله، نعم هذا النوع العام، هذا النوع الخاص، هذا النوع الخاص من وقت انتهاء قبول التوبة نزول الموت.